في جنوب ليبيا يواجه المزارعون تحديات جمة بسبب ارتفاع درجات الحرارة الشديدة التي تجاوزت 45 درجة مئوية ونقص الأمطار مما يؤثر على المحاصيل، لكن الأمل لا يزال قائما بفضل تقنية جديدة كالزراعة المائية التي لا تستهلك كميات كبيرة من الموارد المائية. عمر سالم واحد من هؤلاء المزارعين في سبها، إذ يعتمد على هذه التقنية لتحقيق دخل يساعده على تغطية نفقات تعليم طفليه. طبعا في باستعمال التقنية المستدامة في المحاصيل الزراعية عندنا الحمد لله طاقة ربانية هي الطاقة الشمسية، كذلك عندنا خزانات لحفظ مياه الري. بالطريقة هذه تصبح العملية بالنسبة للزراعة المائية محافظة على عملية إهدار الري بدلا من الزراعة التقليدية اللي هي في داخل التربة. الجنة الخضراء هي منظمة غير ربحية تعنى بتدريب المزارعين على استخدام الزراعة المائية، إذ تعتمد تقنية الزراعة المائية على نمو النباتات في محلول مائي غني بالمغذيات بدلا من التربة، وتهدف إلى مكافحة التحديات البيئية الصعبة التي يواجهها المزارعون خصوصا في ظل ارتفاع درجات الحرارة وجح المياه. وتمكنت المنظمة من تدريب أكثر من 120 مزارعا على أساسيات الزراعة المائية من عام 2020 إلى 2023، وساعدتهم على إنشاء خيم دفيئة لزراعة منتجاتهم ليتمكنوا من تحقيق مصدر دخل لهم بدلا من اعتمادهم على الزراعة التقليدية الموسمية. بتمويل من اليو ان اللي هو برنامج الأغذية العالمي، أسسنا 9 مشاريع في عدة مناطق، منها أوباري، لعوينات، غات، ووادي عتبة. دربنا عدد 9 مشاريع أو عدد 9 مستفيدين بالضبط لبرنامج الزراعة المائية، وانطلق المشروع كان في شهر 8 2022. الزراعة المائية يمكن أن تمثل خياراً استراتيجياً لتحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل في ليبيا، حيث تتيح إنتاجاً مستداماً على مدار السنة من خلال استخدام تقنية الهيدروبونيك التي توفر الضوء والمغذيات والماء بشكل دقيق للنباتات دون تعريضها للظروف الجوية القاسية، وهذا يؤدي إلى تقليل الاعتماد على المياه الجوفية في ظل التغيرات المناخية التي تعيشها ليبيا. هذا الوقت الحالي يتجهون كثير من المزارعين لنا للمشروع، وده جذب اقتصادي لانه هو يستهلك من جميع النواحي، يستهلك كميه بسيطه من الميه، حتى الناس اللي عندهم نسبه ميه بسيطه يقدروا يديروا مشروعهم وناجح. توقل المسافه بجذب اقتصادي ويعتبر مشروع ناجح في جميع ليبيا، من ناحيه الجنوب نظر ارتفاع درجه الحراره، وحتى الساحل يعتبر نتيجه ترفع حراره واستهلاك في التبخر في الميه، لهذا بيقل كميه من المياه. رغم التحديات بما فيها التكلفة العالية لإقامة خيم زراعية مائية تتجاوز قيمة الخيمة الواحدة 100,000 دينار ليبي، يظل هذا النوع من الزراعة يكتسب شعبية في ليبيا، إذ يقدم مشروع الجنة الخضراء للمزارعين إمكانية تأسيس خيم زراعية وتحسين محاصيلهم مع توفير الدعم لهم من قبل منظمات مثل برنامج الأمم المتحدة للإنماء وبرنامج الأغذية العالمية والاتحاد الأوروبي. ولكن يبقى أمل المزارعين والخبراء في أن يستمر هذا الدعم مما يساعد على تحسين نطاق التقنية الواعدة لمستقبل الزراعة في المناطق الصحراوية. إسلام الأطرش، ليبيا الأحرار، سبها.